بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بإطلالتنا المعتادة لحقلنا الكهرومغناطيسي ومؤشر رانين شومان كذلك ومؤشر رصد النيازك، حيث أنه لاحظنا دوام في طانينيه مما يؤشر لكثرة النيازك. وسنتحدث عن سرب زلزالي ضرب ويضرب وحش الأرض بركان يليوستون، وزلازل متفرقة من هنا وهناك تدلنا على التفريغ الجزئي الذي يقع الآن، وخصوصا في الصدوع الجيولوجيا مثل صدع الأطلسي وصدع البحر الميت وما إلى ذلك. لنبدأ أولا ونرى ماذا يجول في الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، حيث أننا نرى استمرار التشوهات أو تشوهات خطوطه وتكون لدوائر ودوامات حمراء. هذا دليل على الضغط الذي يتعرض له الأرض والشحن الطاقي الزائد الذي يتسبب في ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي وطبقة الأيونوسفير، وبالتالي يعطي هذا شدودا مناخيا على الأرض. فدرجة الحرارة سجلت أرقاما قياسية مع بداية الصيف في القارة الأوروبية، حيث سجلت 30.8 سلسيوس في النرويج، محطمة الرقم القياسي لشهر يونيو الذي كان هو 25.4 سلسيوس بأكثر من 5.4 درجات، وسجلت 38 درجة بسلوفينيا و40 درجة بكرواتيا. أما بالنسبة للتفريغ الطاقي فسجلت هزات بقيمة 3.6 في البحر الميت، وأخرى بقوة 3.1 في بيسان في غور الأردن، في بيسان بغور الأردن شعر بها سكان شمال فلسطين، وسجلت أخرى بقوة 5 درجات في تركيا. إن تحول هذه الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية أو جيوحركية يلزمه تفريغ نبضي يتم كسلسلة من البؤر الزلزالية المتفرقة، وهو ما يحدث الآن لأكبر صدع احتكاك لأكبر صفيحتين قاريتين على اليابسة. هذه الزلازل التي لا تشعر بها الناس تجري الآن بحدود 2 و3 ريختر، وهي زلازل ضعيفة، لكن ماذا لو تضاعفت تلك القيمة؟ ما دام هناك تفريغ كصورر من الطاقة المتحررة ستظل بحدود الهزات المتوسطة، لكن إن اختلت المساواة بين الطرفين، طرفي المعادلة، أي ما بين الشحن الطاقي وتحرره، أي حدود إذا حدث هدوء زلزالي، فهنا تكمن المشكلة، إذ إن الطاقة التفريغية ستتم كدفعة واحدة، يعني حدوث زلازل تفوق 6 و7 ريختر في بؤر ضعيفة مثل هذه البؤرة، بؤرة غور الأردن وهذا الخط وهذا الصدع. هذه البؤرة تعتبر بؤرة ضعيفة وبعمق سطحي طفيف. إن نشاط هذا الصدع بالذات له دلالات كبيرة على حال الاضطراب واصطدام الصفائح وانزياحها المستمر، فما دام الاقتراب الكتلي مستمرا فالزيادة في هذه في حركات هذه الصدوع محققة، وخصوصا في أخفض نقطة على امتداد هذا الصدع في اليابسة وهي منطقة البحر الميت وغور الأردن حيث وقعت هذه الهزات. وكذلك هناك هزتين بصدع المحيط الأطلسي، زلزالين من فئة 5 ريختر بنفس المكان في صدع الشمال الأطلسي، أو بينهما 1:45 بين الأولى والثانية. وقلنا بأن هناك
سير بزنزالي ضعيف شيئا ما، يتراوح ما بين الدرجتين الى 0.4 وما الى ذلك. هي هزات ضعيفة لكنه سرب كثير جدا. هذا السرب يضرب منطقة وحش الارض بركان يليوستون اثنين لاثنين فاصلة الى 0.4 ريختر، لكن تدل على ان هذا الوحش بدأ يتحرك وان نافوراته او سخانات البخارية التي به ارتفعت درجاتها. هذا يدل على ان هذا الوحش بدأت به بعض الحركة، فبركان قوي وجد كبير فوهته تفوق 4 كيلومترات، فكيف سيكون غرف الصهارة أسفله؟ فهي ستكون جد ضخمة وتحتاج إلى طاقة، إلى تخزين طاقي جد قوي وجد كبير لتحريك الصهارة، تيارات الصهارة بها، لأن غرف تخزين الصهارة أو اللافا جد كبيرة. فما دامت هناك حركة ولو بسيطة فهي تدلنا على أن وحش السماء بدأ يقترب، ونحن نعلم الآن أننا سندخل في شهر 7 وشهر الاصطفاف لأقرب نقطة مدارية. هذه الهزات الضعيفة ما هو إلا شيء من التفريغ، أو تفريغ هذا الاختزان الكبير الذي تشهده الأرض، والذي سيحرك كل الزلازل الخامدة حين تصل قوة الاختزان، حين تصل قوة هذا الاختزان الطاقي لدرجة الإشباع فيأتي التفريغ بعدها. ونعود إلى الزلازل، كما قلنا فسلسلة زلازل من فئة الثلاثة والاثنان إلى الثلاثة ريختر تضرب ميانمار ببورما، زلزال قوي من فئة 4 درجات ضرب الناظور بالمغرب، وسجل رانين شومان قفزة نوعية، قفز من 25 هرتز إلى 59، وتم الحجب بعده، تم حجب البيانات لمدة طويلة سويعات بعدها، وتم إرجاع هذه البيانات. هذا يدل على أن الأرض كما قلنا تتعرض لشحن طاقي جد قوي، وهذا شيء ليس بالغريب في مثل هذا الوقت بالتحديد، قد نرى أكثر في قادم الأيام. وتكلمت أيضا عن مؤشر رصد النيازك، حيث لأول مرة أراه بهذا الشكل الدائم وهذا الطنين الدائم المستمر، وتستمر مؤشراته أو مؤشرات الرصد بهذا الشكل الذي ترونه بالفيديو. فإذا استمعتم هناك طنين دائم، هذا يدل على أن هناك سرب نيزكي يدخل غلافنا الجوي، وبكثافة عالية على ما يبدو، لأن مؤشرات الرصد لا تتوقف عن إصدار هذا الطنين. أترككم مع الفيديو وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.